استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق الركن محمد علي المقنشي مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة وممثل الجمهورية اليمنية في قيادة القوات المشتركة، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017. وخلال اللقاء رحب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة وممثل الجمهورية اليمنية في قيادة القوات المشتركة، مشيدا معالي بعمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، متمنيا معالي للضيف طيب الإقامة في مملكة البحرين.